بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الوزير، الكل يجمع على أن المخطط الأزرق هو إحدى الدعامات الأساسية لرؤية 2020. صحيح أن هذا المخطط في التنزيل ديالو عرف مجموعة من التعثرات. اليوم نسألكم حول الحصيلة ديال هذا البرنامج هذا على مستوى السياحة وعلى مستوى الاقتصاد الوطني، وأيضا ما هي الإجراءات من أجل تدارك هذه التعثرات، وشكراً.